بيخلي حمادة على وضعه، بيقلل جدا ضعف الانتصار، بيعلي جدا انتاج الحيوانات المأوية. يا عم عيب يا عم، استغفر الله العظيم. فيديو النهاردة مفيد جدا وسريع، مش هنضيع وقت. النهاردة اقولك على سر كبير جدا من اسرار الفورمة اللي انا لسه عاملها، حاجة انا اتكلمت عنها قبل كده واكيد انت خدت بالك، الرضعة السحرية. فطار العناتيل بتاعي هيساعدك تظبط جسمك، صحتك، توصل لفورمة اسرع، والاهم بقى تبقى وحش في الجيم والسرير. جاهزين؟ تعالوا نشوف ايه الحوار ده. I wake up, flex, thumb down, land, check, no drip, this, wet, tell him run it all, no sleep, no rest, might crash, might wreck, but first die, stretch, tell him run it all. اهلا بيكم يا جماعه، معاكم مكاوي، والقناه دي معموله مخصوص تتكلم عن مشاكل بتواجهنا، صف صحتنا، شكلنا، عاداتنا كل يوم، وازاي نواجهها عشان نبقى في احسن صوره وننجح شغلنا وننجح في حياتنا. يلا اعمل لايك واشترك في القناه لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس عشان ما يفوتكش جديد كل اسبوع. وبالمره دي تحت كده قول لنا في الكومنتات بتاكل ايه كل يوم الصبح، احكي لنا عن فطارك كده بصوره سريعه. تعالوا نشوف موضوع النهارده. فطار انا بقى، فطار العناتيل. ايا كان فطارك ايه، فانا متاكد انه مش احسن من ده. هتقول لي ايه اللي مأكد لك كده يا مكاوي؟ هقول لك عشان انا جربت كل حاجه حرفيا، من اول الفول والطعميه لحد اللي انا هقول لك النهارده. دايما بدور وبسعى وبشتغل ان انا اعرف ازاي اظبط كل تفاصيل يومي كاكل وتمرين ان انا اوصل لاحسن جسم. وبجد مش هزار، المشروب اللي انا هقول لك عليه النهارده ده رضعة سحرية بالمعنى الحرفي، هيشقلب جسمك وهتشوف نتائج في اقل من شهر. الفورمة اللي انا عملتها في شهرين دي، الرضعة السحرية اللي انا اقولك عليها النهاردة دي، كانت اكبر سبب من اسبابها. فركز معايا كده، هات ورقة وقلم، ويلا سيدي نخش في المكونات. اول مكون معانا النهاردة وهو اساس الرضعة، اللبن. وطبعا مش هتستعمل ابدا لبن كامل الدسم عادي، ده مليان لاكتوز ومليان كوارث تانية، احنا ابدا ما بنستعملوش. احنا هنستعمل لبن اللوز او لبن اللوز مع جوز الهند. دول مفهومش لاكتوز، مفهومش جلوتين، اقرا عن فوائدهم هتتفاجئ حرفيا. ببساطة كده هتحط من 150 ملي ل 200 ملي، انا بحط 150 ملي لبن اللوز او لبن اللوز مع جوز الهند، خفاف مش هتحس بيهم خالص، احسن للهضم واحسن لكل حاجه. حلو يا سيدي، نخش على تاني مكون، بذور الكتان او الفلاكس سيدز. ودي ببساطه اول حبوب معانا هنستعملها النهارده، طبعا اورجانيك. هتقول لي يا مكاوي بتعمل ايه؟ هقول لك مليانه فوائد، غنيه جدا بالفايبر، غنيه جدا بالاوميجا 3. حبوب الكتان دي بتقلل جدا مستويات الكوليسترول في دمك، وبتحافظ دايما على مستويات السكر مستقره. ومش بس السكر، ضغط الدم عامه بتحافظ عليه مستقر برضه، بتمنع اي سبايكس او نطاط في ضغط الدم على مدار اليوم. وطبعا بتحسن معانا الميتابوليزم، المستويات الحرق في جسمك كله، وبتخلي جسمك يركز على الدهون في الحرق. دي يا سيدي ببساطه هنحط منها كل يوم 5 جرام، لو ما عندكش ميزان حوالي معلقه شاي صغيره. حلو يا سيدي، هنخش على المكون اللي بعده وهو الشايا سيدز. بذور الشايا معروفه حرفيا انها بذور صحه القلب، بتخلي قلبك عامه مبسوط، صحته على وضعها، والدوره الدمويه في احسن حالاتها. الحبوب دي مليانه برضو فايبر، وبتحافظ على ضغط دمك مستقر دايما، مفيش نطاط فيه. هنحط برضو منها معلقه شاي صغيره او 5 جرام تحديدا لو عندك ميزان. عظيم جدا، نحافظ بقى على الفيديو سريع، نخش على المكون اللي بعده وهو بذور الكينوا. ودي برضو مليانه فايبر، وبتحافظ ان الكوليسترول عندك ما يعلاش ابدا، وبتحميك من امراض مستقبليه بعد الشر عنك، حاجات كده زي داء السكري، عشان بتحافظ دايما على مستويات السكر في دمك مستقره. ده بالاضافه طبعا انها مفيده جدا لصحه قلبك، بتحصنه من اي نوبات مفاجئه او عدم استقرار. هنحط برضو منها 5 جرام او معلقه شاي صغيره. جميل جدا، هنيجي بقى للمكون اللي بعده وده الجوكر بتاعنا وهي القرفة. دي ببساطة يا سيدي بتحافظ على مستويات الانسولين في دمك مستقر، عشان الرضعة السحرية عامة الكارب فيها عالي، فالكارب العالي انت عارف انه بيعلي الانسولين، فالقرفة بتحافظ على الانسولين مستقر ما يعلاش بزيادة، والموضوع يبقى تمام. ده غير انها مفيدة جدا لريحة بقك وجهازك الهضمي بشكل عام، بتخليك تهضم احسن، ده غير طبعا ان طعمها على وضعه، ودي من اول المكونات اللي بتحسن طعم الرضعة السحرية. عظيم جدا. نيجي للمكون اللي بعده وهنا بقى بداية الاسلحة التقيلة، وده ببساطة يا سيدي الماكا باودر. حرفيا ده اللي بيخليك عنتيل، ده المكون السحري، لازم 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 تجيبه. فوائده بقى نتكلم بصوره سريعه كده، مش هنعرف نجيبها كلها. بيخلي حماده على وضعه، بيقلل جدا ضعف الانتصار، بيعلي جدا مستويات الطاقه والتحمل طول اليوم وبالليل في السرير، بيعلي جدا انتاج الحيوانات المئويه، بيحسن المزاج، بيحافظ على ضغط الدم مستقر، كل ده وحاجات تانيه كتير، بلاوي حرفيا ملوش حل. ده اللي بقى مخليه غالي جدا، اغلى من الحبوب اللي احنا قلناها دي كلها. واول حاجه هتلاحظ انها ايه ده، يا غاليه ليه؟ بس صدقني صدقني تمنه فيه،
ده الحاجة الوحيدة اللي هنحط منها 15 جرام، 3 معالق شاي صغيرة. حلو يا سيدي، هنيجي بقى للسلاح التقيل اللي بعده وهو الهيمب هارت سيدز، ودي برضو من الهيفي شوترز عشان حاجات كتير، مليانة بروتين، مليانة دهون صحية، مليانة معادن، مليانة فيتامينات، اكنك هتكون بتاخد مكمل غذائي بس طبيعي، بتحافظ على صحة قلبك واعصابك وبتضمن انهم في احسن صورة، وبتقلل جدا من اي انفلاميشن ممكن يحصل في جسمك، ده غير فوائدها الكبيرة جدا لبشرتك وحاجات تانية كتير، حرفيا ملهاش حل، برضو غالية ومليانة فوائد، فعشان كده هتستغرب ان سعرها عالي شوية. هنحط منها 10 جرام، معلقتين شاي. عظيم يا سيدي، نخش على المكون اللي بعده وهو بودر الكاكاو الخام. خلي بالك انك تجيبه اورجانيك مش عادي، واظن انت عارف ده فوائده بقى بيعمل ايه، محسن عام للدوره الدمويه، بيمنع اي تجلطات صغيره تحصل في الدم، بالاضافه انه من اول مكونات مع القرفه اللي بتخلي طعم الرضعه السحريه حلو، عشان من غير القرفه والكاكاو حرفيا طعم الرضعه السحريه ما يتبلعش، الدنيا كارثه كطعم، فلازم تحط الاثنين دول عشان الدنيا تهدى شويه وطعم يتقبل. هنخش بقى يا سيدي على اخر مكون معانا اساسي في الرضعه السحريه، وهو اي بروتين ايزوليت من اي شركة كويسة. انا بستعمل من اوبتيمم نيوتريشن الهايدرو واي بتاعهم مش الجولد ستاندرد، عشان ده بروتين ايزوليت بجد. انا بستعمل طعم الشوكولاتة، او لو عايز تنوع شوية في الاطعمة جبت برضو الايزوليت بتاع شركة ريدكون وان. طبعا بتفرج على كابتن الكبير الدرة واستعملت الكود بتاعه، هسيب لك الكود بتاع كابتن الدرة على الشاشة هيديك خصم حلو برضو. البروتين بتاع شركة ريدكون وان بصراحة على وضعه كطعم، انا بستعمل فليفر البينت باتر شوكليت، ملوش حل. طبعا البروتين عشان الوجبة دي مليانة كارب والبروتين بتاعها مش عالي قوي، فالبروتين المكمل الغذائي بيعلي البروتين فبيخليها وجبة متوازنة. فاضل يا سيدي معانا مكونين هما مش اساسيين بس انا بحب اضيفهم، وهما شوية قهوة سريعة انستنت كافي، انا بستعمل نسكافيه الفاين بلند او ساعات جولد، ومعاها طبعا افوكادو. القهوة ببساطة عشان تدي طعم للمشروب كله وتصحين الصبح، والافوكادو عشان طعمه بعشقه الصراحة، بس حط نص افوكادو مش كاملة عشان زي ما قلنا الكارب بتاع الرضعة السحرية عالي جدا، فالكلام ده بيسبايك الانسولين فبيخلي جسمك يسحب دهون، والافوكادو مليان دهون فعايزين نهدى على الموضوع شويه في الدهون، فنص افوكادو هي بس ناخد طعم وناخد شويه فايده بس، مش عايز تحطها اتس اب تو، مش مهمه قوي زي الباقي. وبرده الافوكادو بيخلي المشروب زي ما تقول كده سموذي شويه، مش مي مي وتحس بطعم الحبوب، بيخليه اكنه اكله كده تشربه تشبع. بالمناسبه صحيح انا بحط برده قهوه معلقه او معلقتين بس. يا سيدي لحد هنا انت معاك كل حاجه اساسيه في الرضعه السحريه دي، بس لو معاك شويه كاشات وعايز تزود فايده اكتر، خد مع الرضعه السحريه محفز طبيعي للتست، مكمل غذائي يعني، انا بستعمل بتاع موصل تيك، ده مكمل غذائي بيحفز انتاج التستوستيرون في جسمك بشكل طبيعي، مش تست من بره يعني. المكمل ده مفيد جدا لو انت عامل دايت كاتنج والكالوريز عندك ديفيسيت قليله اللي انت بتحرقه اكتر من اللي انت بتدخله، فالتست عندك بيقل بشكل ملحوظ، فده بيساعد انه ما يقلش جامد يعني، جسمك يتحفز انه ينتج اكتر. المكمل بيبقى عباره عن حاجات جايه من اعشاب وحاجات جايه من حبوب بتحفز بشكل طبيعي انتاج التست في جسمك. وبس يا سيدي، دي ببساطه المكونات لاجمد فطار على الكوكب، فطار العناتيل الوحوش حرفيا. الرضعه السحريه دي كانت سبب كبير جدا في ان انا اغير جسمي بصوره سريعه، حرفيا ادمنت الرضعه دي مش هبطلها. هسيب لكم السعرات والماكروز بتاعتها على الشاشه لو عايز تاخد فكره التفاصيل ماشيه ازاي والدنيا ماشيه ازاي كسعرات وماكروز لو عايز تدخل الموضوع في الدايت بتاعك. طبعا هسيب لك اللينكات بتاعت الحاجات دي كلها على امازون تحت في الديسكربشن، ولو عندك فضول عن اي حاجه في المشروب ده تعال اسالني على انستغرام، اعمل لي فولو هسيب لك اللينك في كل حته، اظن انت عارف كل حاجه، اظن مفيش حجه اهو مروق عليك جامد، استاهل لايك واشتراك في القناه والله. وبس كده سيدي، ده اللي عندي اقول لك النهارده، لو فيديو فاتك او علمك اي حاجه ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه لسه ما اشتركتش، وتفعل زر الجرس عشان ما يفوتكش جديد كل اسبوع، وزي ما بنقول كل حلقه حط نفسك قبل كل حاجه، انت الاهم انت الاول، وقبل اي حاجه خليك على وضعك. اشوفكم الحلقه الجايه.